ايه ده يا روحي؟ هو انت بتاكل؟ ما انا قايله لك ان انا هحضر لك الغدا. ما انا استنيتك كتير، انت اللي اتاخرتي. هو انت بتتفرج على ايه؟ محمد رمضان طلع السنه دي في مسلسل هيعمل حركه جديده، هيقلع في المسلسل. لا يا شيخ. اه تخيلي. طب اقول لك ايه يا حبيبي، ما قلتليش احنا نتغدى ايه النهارده؟ ماسكه بطاطس وبتقولي نتغدى ايه؟ اعمل لنا بسله. بسله؟ بسله ايه ميمي؟ البسله دي لازم انزل اجيب بسله بقى، واقعد افصص في البسله واقعد اقطع في الجزر وحوار بقى، وانا صراحه يعني مش قادره. خلاص اعمل لنا بطاطس. تصدق فكره جامده جدا، انا بفكر فعلا اعمل لك صينيه بطاطس. انا مبدع من يوم. بقول لك ايه يا حبيبي، ما نفسكش كده يعني تشرب شاي؟ يا ريت. اه بدل اكلين الدماغ ده، ما تقومي تعملي لنا كوبايه شاي وتيجي عشان ما اصدعش. حالا يا روح قلبي، حالا حالا تلاقي الشاي قدامك، احلى كوبايه شاي. انت فاتحه قهوه تحت الترابيزه ولا ايه؟ عموما شكرا. في حاجه النهارده مش طبيعيه. بقول لك ايه يا ميمي؟ خير. هو انت يعني مش مخبي عليا حاجه؟ انت عرفتي حاجه؟ لا هو انا لسه ما عرفتش، انا بسالك وانا بجاوب. ايوه يعني انت فعلا مخبي عليا حاجه؟ لا طبعا مش انا اللي اخبي. لا بس شكلك مخبي. لا والله اخبي عليك انت، ده انت العيش. ايه الشعرية اللي على كتفك دي؟ شعرية ايه؟ احيه ايه ده؟ مفيش حاجة على كتفي، انت بتشتغليني؟ يعني بصيت، يعني بصيت يعني خايف وبتتأكد ان مفيش شعرية على كتفك؟ يا ستي لا، ده من ثقتي بس، انا بس شعر بسيوني مدخلني في حاجات غريبة كده. طيب بلاش، مين بقى اللي كلمتني امبارح بالليل دي وسألتني عنك؟ معرفهاش، اقسم بالله بترمي بلاها عليا، معرفهاش. ما تعرفهاش؟ طب ايه رايك بقى يا استاذ ان مفيش حد كلمني وقلت لك كده بس عشان اتاكد انك مخبي عليا حاجه ولا لا؟ على فكره انا اصلا معرفش في المطلق غيرك، لان كل اللي فات صفحه قديمه وطويتها، انما انت حب الحياه، انت الواقع، انت عايزه مني ايه؟ ده رد مطاطي بيثبت لي انك مخبي فعلا عليا حاجه. يا ستي اخبي على مين؟ الله اخبي عليكي، ده انت ام بهنسي ابننا، مش انا اللي اخبي خالص. بقولك ايه، ما تتلعسمش في الكلام. انا ما بتلعسمش، انا اللي ملعسمني منظرك بالبوكل وبام الفارده ده، لو بسوني شافوا هيقرموا مش هيسيبوا. مش دعوه بفرفوري بعد اذنك، وركز معايا في الكلام. خير. ما تتسعلبش عليا يا ميمي وقول لي انت مخبي عليا ايه. هو الجنان انا عارفه، انا ما بتسعلبش على حد. انا ده انا الذي اتى به الزمان لكي يعوضك عن ما فاتك. انا هتسعلب عوضك عن ما فاتك؟ طيب يعني امان كده وما خافش يعني وما قلقش؟ طبعا الله، ده انا اللي باقي لك، ده انت حته الشوكولاته اللي في حياتي. انت قمر يا ناس ببوكل والمنيله دي. امان يعني مش مخبي؟ لا. طيب ولا معبي؟ معبي ايه؟ مستخبي. يا دي النيله على حالي. انت قابلتي مرات اخوكي؟ في حاجه غلط النهارده. انا كويس، انا شخص كويس. طيب يا روحي بقى، انا قلت يعني ان انا كده اختبرك واعرف انك كنت بتحبني ولا لا في اول الجواز وبس، يعني ما قلتليش بقى يا حبيب قلبي انت هتتغدى ايه النهارده. اختبروكي في كورونا وطلعتي ايجابي يا بعيده. هتغدى بسله تاني يا ميمي؟ بسله؟ ما انا قلت لك انا لسه هنزل ولسه هجيب بسله ولسه هقطع الجزر، فحوار يعني اختار لك حاجه تاني يعني مش مهم.